السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة جميلة جدا، وصفة من الوصفات الجميلة اللي ان شاء الله بتعفيكي من اي امراض باذن الله، ده غير انها بتجدد النشاط عند استيقاظك من النوم. طبعا الاغلبية بيكون قايم من النوم ومرهق وتعبان، الوصفة بتاعتنا دي ان شاء الله هتديكي طاقة قوية جدا، ده غير انها بتقويكي من امراض كتير قوي قوي هقولك عليها دلوقتي واحنا بنعمل الوصفة. يلا بينا نشوف ايه مكونات الوصفة بتاعتنا الجميلة دي ونعملها مع بعض. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. كل اللي انا هحتاجه النهاردة ان شاء الله هي ليمونة واحدة اللي انا هحتاجها في الوصفة بتاعتي، وكمان هحتاج معلقة واحدة من زيت الزيتون. طبعا زي ما احنا عارفين زيت الزيتون رائع جدا جدا في كل الوصفات اللي احنا بنعملها. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نعصر الليمونة زي ما احنا شايفين كده. انا عصرت الليمونة ايه في الطبق، وهبدأ اضيف عليها معلقة واحدة من زيت الزيتون. الوصفة دي جميلة جدا جدا لانها بتنظف الجسم من اي سموم موجودة فيه. احنا هنضيف معلقة واحدة من زيت الزيتون ايه زي ما انتم شايفين كده. الوصفة دي رائعة جدا، طبعا هنقلبها كويس جدا وهتناولها كل يوم مرة واحدة فقط في اليوم. الوصفة دي فايدتها انها بتقتل السموم اللي بتبقى موجودة في الجسم، وكمان بتخلي جسمك خالي من اي امراض ان شاء الله. كمان عايزة اقولك ان زيت الزيتون غني بالاحماض الدهنية اللي بتحارب الكوليسترول اللي بيبقى موجود في الجسم. اما الليمون فكلنا عارفين ان الليمون غني بالاحماض والفيتامينات ومضادة بالاكسدة، فعندما نخلط زيت الزيتون بالليمون ده بيجدد الجهاز الهضمي، وكمان بينشط الكبد والمرارة، رائع جدا جدا في ازالة السموم اللي بتبقى موجودة في الجسم. كمان بينظف الكبد والكلى من والمرارة، وكمان لو انت شربتيه كل يوم الصبح على غير الريق على معدة فارغة تأكدي ان لن يصيبك اي مرض ان شاء الله. زيت الزيتون لما بيتمزج مع الليمون رائع جدا جدا وبيقينا من اي امراض، لانه غني بالاكسدة والفيتامينات. طبعا احنا عارفين ان الليمون غني بالاحماض مفيدة جدا للجسم، وكمان عايزه اقولك ان لو في حصى ده بيطرد الحصى الموجودة في الكلى وبيحافظ على الكلى ان شاء الله. كمان بيعالج امراض المفاصل وامراض العظام، الامراض الروماتيزمية لو شربناه على معدة فارغة. حبايب قلبي دي فوائد جميلة جدا لمزج الليمون بزيت الزيتون. كل يوم هتعملي معلقة واحدة من زيت الزيتون وعليها ليمونة، وهتشربيها على معدة فارغة، وان شاء الله بإذن الله هتحكيكي وتحميكي من اي امراض. يا رب ان شاء الله الوصفة النهاردة تعجبكم، وصفة جميلة جدا جدا، اعملوها وهتشوفوا نتائج رائعة جدا ليها. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وانتظروني ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد مع جيجي كل حياتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.